التجربة الثالثة هي تجربة الطفو والغوص. الطفو والغوص. المكونات ماء، سنضيف ماء في الكأس، في هذه الكأس سنضع ماء، وفي هذه الكأس سنضع ماء، في إحدى الكوس سنضع ملح. من سيضع لي الملح؟ أنا. يلا، هذا ملح، شيلي من الملح حطي بالكأس، هاتي ساعتين. هذا ملح ونحرك الملح في الماء. وهذه بيضة وهذه بيضة. بيضة سنضعها في الكأس الذي يوجد فيه ملح، وبيضة سنضعها في الكأس الذي يوجد فيه ماء. انتبهوا، الكأس الذي وضع فيه ملح طفت البيضة إلى السطح، أما الكأس الذي يحتوي ماء حلو غاصت البيضة داخل الكأس. هذه تجربة الطفو والغوص. هذه تجربة ماذا؟ الطفو والغوص. أحسنتم، انتبهوا إلى البيضة، هذه تحتوي ملح فطفت البيضة إلى السطح، أما الكأس الذي يحتوي ماء حلو غاصت البيضة داخل الكأس. انتبهوا الآن، تجربة تعلق الماء في الهواء. نضع ماء في الكأس ونأتي بورقة، ورقة، ونضع هذه الورقة على فم الكأس. ورقة، نضع الورقة على الكأس، الكأس يوجد فيه ماء. انتبهوا، انظروا، الماء معلق في الهواء، الماء معلق في الهواء. شاهدتم النتيجة؟ نحو غد مشرق.